السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا. يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال، ويسعد صباحكم أينما كنتم. النهاردة إن شاء الله جايلكم مشروب حارق للدهون بطريقة كبيرة جدا، ولكن يجب عليكم اتباع بعض القوانين أو النظام اللي هتمشوا عليه في الفيديو ده مع المشروب طبعا. ولكن لو أول مرة بتزوروا القناة، فضلا منكم وليس أمرا، قوموا بالضغط والاشتراك وتفعيل علامة الجرس ليصلكم كل جديد، لايك وشير للفيديو اذا عجبكم. في ناس جدا وخاصة في ايام الحظر وزنها زاد، وده لانها طبعا بطلت انها تمشي، وغير كده انه القعدة في البيت بتجوع وتخلي الواحد بياكل اكتر من معدله اللي كان بياكل عليه اساسا من قبل. كل اللي احنا محتاجينه النهاردة عشان نعمل عملية حرق للدهون: معلقة من الزنجبيل المطحون، معلقة من الكمون المطحون، ربع معلقة من القرفة، ليمونة كاملة، تمام، ليمونة مغسولة كويس جدا جدا جدا. بس المشروب لوحده مش كفاية، لازم ان انتي تكوني بتتبعي نظام غذائي صحي عشان تقدري طبعا ان انتي تخسري وزنك. ما هو ناكل ونشرب براحتنا بس باعتدال. لازم كمان ان انتي تتبعي رياضة زي رياضة المشي، ابسط الامور جدا، وهبقى اخدكم معايا مرة وانا بتمشى ان شاء الله، بس وايام الحظر تعدي على خير. غير كده اي من المكونات دي بتسبب لك تعب في المعدة، ما تاخدش الوصفة. تمام. الوصفة بتتاخد ازاي؟ بتتاخد قبل الاكل بنص ساعة. كل اللي احنا محتاجينه ان احنا هنجيب مية في الكسرونة بتاعتنا عادي او في الكنكة، وهنضيف المكونات دي كلها، تمام. هنقلبها، هنقطع الليمونة سليمة، يعني مش هنعصرها، احنا هنقطعها بالشرايح بتاعتها، عشان الليمونة كمان هتساعد في عملية الحرق. بسم الله، هنغليها على النار ونرجع لكم. وطبعا رجعنا لكم، بتسيبها اكيد تهدى خالص 5 دقايق، وبعد كده بتصفيها بالشكل ده، وبتشربي المشروب بتاعنا قبل الوجبات بنص ساعة. اهم حاجة زي ما انا قلتلك، لازم ان انت تتبعي نظام غذائي صحي عشان تضمني ان جسمك هيكون قابلية لانقاص الوزن. لازم كمان تتمتعي بالارادة ان انت فعلا عايزة تخسي عشان تكوني ذات جسم ممشوق ورشيق، وكمان تكوني صحيا احسن بكتير. ولازم كمان تكوني واثقة ان انت هتقدري تمشي على الوصفة دي، مش هتاخديها مرة واتنين وتقولي ده وصفة ما جابتش نتيجة. لا، نجاح اي وصفة سواء كانت للبشرة، للشعر، حتى الادوية، مفيش دكتور بتروحوا له ويقولك خد الدواء ده يوم وخلاص، بيمشيك عليه فترة عشان تقدري توصلي لعملية الشفاء. دايما ادعي ربنا ان انت تخسي، ادعي ربنا لكل حاجة انت نفسك فيها. الوصفة بسيطة وسهلة ومش مكلفة اصلا، كلها من المطبخ. اتمنى تنال اعجابكم وتجيب كمان معاكم نتيجة ان شاء الله. لو بيعجبكم مواصفاتي، فيديوهات، اي حاجة بنزلها بشكل عام، ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب. متابعين الكرام، دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.